فيلمنا بيبدأ مع واحدة اسمها سوزان، وبنشوفها هي بتسجل فيديو وبتتكلم عن نفسها وبتقول ان اسمها سوزان ماريتو، لكنها بتتراجع وبتقول ان ماريتو اسم عيلة جوزها لاري ماريتو، وان اسمها الحقيقي سوزان ستون، واللي بنعرف ان اسم الشهرة بتاعها برضو. وبتكمل سوزان وبتقول ان هي مش متضايقة من اسم جوزها، واللي بالمناسبة بتحبه جدا، وبتتأثر سوزان وهي بتتكلم وبتعيط. وبعدها بتتكلم عن عيلة جوزها، وبنتعرف على جو والده وانجيلا والدته واخته جانس، واللي بتعتبرهم سوزان عيلتها التانية. وبعدها بتظهر جانس واللي بنشوفها وهي بتتكلم في الكاميرا، وبيسألها واحد من ورا الكاميرا عن رأيها في سوزان وعن انطباعها عنها اول ما شافتها، فبتقوله جانس انها ما كانتش تعرف عنها حاجة، لكن بيظهر ان لاري اعجب بيها من اول ما شافها. وبتكمل وبتقول ان كل بنات المدينة كانوا معجبين باخوها، واللي كان عازف وبيخلي اصحابه يعزفوا في المطعم بتاعهم لما يكون والده مش موجود، لكن على عكس جانس واللي ما كانتش مرتاحة لسوزان، لكنها سكتت بسبب انها ما كانتش عايزة تزعل اخوها، وعلشان كده كانت بتحاول تلمح له من بعيد. لكن لاري بيكون مقتنع بها جدا وبيقرر يتجوزها، وساعتها جانس بتتصدم، وبيحاول لاري انه يقنعها وبيقولها انها بريئه جدا وحساسه، وبتوافق جانس انها تقابلها وتتكلم معاها. لكن سوزان بتكون وقحه وبتعلق على شكلها وبتقول لها ان هي لو عملت عمليه تجميل ممكن يحسن من منظرها وهتخليها احسن، في نفس الوقت اللي لاري بيكون منبهر بيها وبكلامها. وبعدها بتظهر سوزان وهي بتتكلم في الفيديو، وهي بتتكلم عن نفسها وبتقول انها طول عمرها عارفه هي عايزه ايه. وبنرجع بالزمن وبنشوفها وهي طفله صغيره قاعده قدام التلفزيون، وبيبان ان سوزان بتحب الشهره من وقتها. وبنرجع للحاضر وبنشوف عيلة سوزان وعيلة لاري هما في برنامج، وبيتكلم والد سوزان عن بنته وجوازها من لاري، واللي بيبقى شايف انهم استعجلوا، وده لان بنته متعلمه ومتخرجه من كليه اعلام قسم صحافه الكترونيه. لكن لاري من عيله ايطاليه وبيظهر ان ليها علاقه بالمافيا، وبيعتقد والد سوزان ان لاري لعب في دماغها وعشان كده حاول يخليها تبعد عنه، لكن سوزان اصرت. وبيتكلم جو والد لاري وبيقول انه كان متخيل ان ابنه هيتجوز واحده ايطاليه لطيفه، لكن لاري برضه كان مصر انه يتجوز سوزان، واللي بيبقى شايف انها مختلفه وان حياته اتغيرت بسببها، وبيتجوزوا فعلا. ويوم الفرح بتقرب من والدها وبتقوله انها عمرها ما هتقابل راجل زيه ابدا. وبعدها بتمشي مع لاري وبيقضوا شهر العسل في فلوريدا، وبتتكلم والدتها وهي مستغربه، وده لان بنتها ما بتحبش البحر، وبتقول ان لاري كان بيقضي الوقت في رحلات الصيد في الوقت اللي سوزان بتكون قاعده في الفندق بعد ما بتودعه. وبتعتقد والدتها ان سوزان كانت عايزه تفرح جوزها وبس. وفي شهر العسل بنشوف سوزان وهي راجعه الاوضه متاخر، وبيظهر ان جوزها ما كانش يعرف مكانها. وبعدها بيرجعوا من شهر العسل وهم مبسوطين، وبنعرف ان لاري اشترى لها بيت جميل وعربيه، وبتعزم سوزان اهلها واهل لاري، وبتبقى عامله لهم اكل حلو جدا. وبعدها بشويه بتعلن جانس انها هتسافر، وده لانها هتدخل مسابقه التزلج على الجليد، فبتغير سوزان وبتقرر انها تاخد الاضواء منها. وبيعلن لاري انها تشتغل مذيعه في التلفزيون، وبتزعل جانس لكنها بتسكت ومش بترضى تتكلم. وبعدها على طول بتعرف انجيلا ان سوزان مش هي طبخه الاكل وانها اشترته من مطعم، لكنها برضو بتسكت ومش بتقول لاي حد حتى جوزها. وبعدها بتظهر ليديا واللي بنعرف انها طالبه ثانويه، وبتتكلم عن سوزان وبتفضل تمدح فيها وبتقول ان هي كانت شايفاها ملاك. وبتحكي ليديا عن الشهر بتاع العسل بتاع سوزان، واللي بنعرف ان هي حكت لها وعرفتها انها راحت فلوريدا مخصوص عشان المؤتمر الصحفي اللي قرات عنه في المجله، وبيبقى هدف سوزان انها تتعرف على شخصيات مشهوره. وفعلا بتقابل واحد واللي بيعجب بيها اول ما بيشوفها، وبيفضل يحكي لها عن المذيعين اللي اشتغلوا في القناه بتاعته، وفي اثناء ما بيتكلم بيلمس رجليها وبيتحرش بيها. وبترتبك سوزان لكنها بتسيبه وبتوافق انها تدخل في علاقه معاه عشان يشغلها عنده في القناه، وعشان كده هي كانت راجعه الاوضه متاخر وجوزها ما كانش يعرف مكانها فين. لكن الحقيقه ان مدير القناه بيضحك عليها ومش بيشغلها، وبتضطر سوزان تشتغل في قناه محليه. وبتقابل جرانت مدير القناه واللي مش بيقدر يرفض طلبها، وده لانه عايز واحده ترد على التليفون وبراتب قليل، لكن سوزان مش بتديله فرصه وبتقوله انها مش مهتمه بالفلوس. وبتبدا سوزان الشغل في القناه، وفي الوقت ده بيجي لها كلب هديه لكن مش بنعرف من مين، وبتتعلق سوزان بالكلب وبتحبه جدا. وبتشتغل وبتفضل تجيب افكار كتير لجرانت، واللي بيقرر يشغلها في برنامج الطقس. وبيتبسط لاري لما بيشوف مراته في التلفزيون. وبعدها بيظهر جيمي واللي بيتكلم عن سوزان، وبنعرف ان جيمي في السجن، وبيتكلم وبيقول ان عمره ما اهتم بالطقس غير لما عرف سوزان، وبيفتكر جيمي اول يوم شافها فيه. وبنعرف ان ليديا كانت صاحبته في المدرسه، وبيظهر راسل زميلهم الثالث، والثلاثه بيتعرفوا على سوزان لما بتروح المدرسه عشان تعمل فيلم وثائقي مع الطلبه، وبيعجب جيمي بيها اول ما بيشوفها، لكن راسل بيفضل يتحرش ويقول كلام محرج، وعشان كده المدير بيزعقله وبيهدده بعيله لاري، وبيقول انهم ممكن يقتلوه، وده لانهم ليهم علاقه بالمافيا الايطاليه. وبيخاف راسل وبيشترك في الفيلم بتاعها مع جيمي وليديا. وبنرجع لسوزان واللي بتتكلم عن الفيلم الوثائقي بتاعها، وبتقول ان مدير القناه كان متحمس جدا وشجعها على الخطوه دي، وده لانه مدرك كويس اهميه الفيلم في الوعي الاجتماعي، لكن الحقيقه عكس كده. وبيتكلم جرانت باستهتار عن الطلاب اللي سوزان بتعمل الفيلم معاهم، وبيظهر انه اضطر يوافق لانها اتكلمت كتير جدا وكانت مصره. وبيشغل جرانت الفيلم واللي بتظهر سوزان فيه وهي بتسال ليديا عن حلمها، لكن ليديا مش بتبقى عارفه ترد، وده لانها ما فكرتش قبل كده في الموضوع، وبتتضايق لما راسل بيتريق عليها. وبيكمل جرانت كلامه بيقول
انه عمره ما شاف اصرار زي اصرار سوزان على تصوير الفيلم، وبيظهر انها كانت بتشتغل كتير جدا لدرجه انها كانت بترجع البيت متاخر ومش بتبقى مهتمه بجوزها. وبنروح لجيمي واللي بيحكي عن سوزان وبيفتكر اليوم اللي كان بيتكلم فيه مع اصحابه عنها، وبيظهر ان راسل مش بيحب سوزان وبيبقى شايفها واحده غنيه ومستهتره، لكن ليديا بتدافع عنها وبتقول انها لطيفه، فبيتريق راسل عليها وده لان سوزان وعدتها تشغلها معاها في القناه. وفي الوقت ده بتكون سوزان في بيت حماها وبتتكلم انجيلا معاها عن موضوع الخلفه، لكن سوزان بترفض وبتقول لها انها مش تقدر تحمل وهي بتشتغل، خصوصا لو جالها فرصه انها تسافر. فبتستغرب انجيلا، لكن سوزان بتلحق نفسها وبتقول لها ان هي بتفترض، ده غير انها مش عايزه تتخن وجسمها يبوظ بسبب الحمل، فبتضايق انجيلا وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بنشوف جانيس وهي بتحاول توقع بين سوزان ولاري، وبتطلب منه انه يشد على مراته وما يوافقش على كل حاجه ويقول لها لا، وده لانها هتسافر لنيويورك بعد ما تخلص الفيلم بتاعها. وبيسمع لاري كلام اخته فعلا وبيستنى سوزان لحد ما بترجع من الشغل، وبيطلب منها انها تقعد معاه عشان يتكلموا، وبيعرفها ان والده هيسيب له اداره المطعم وعلشان كده هو عايزها تقف جنبه، وبيحكي لها عن خطته في انه عايز يحول المطعم لمالها وهيخلي اصحابه يعزفوا فيه، وبيطلب منها تساعده وتصور الحفلات اللي هيعملوها وتنشرها في القناه، وده معناه انها مش تقدر تسافر او تشتغل في وكالات كبيره. فبتتصدم سوزان وبتدرك ان لاري هيقف في طريقها، لكنها مش بتصارحه بافكارها وبتقول ان هي هتفكر في الموضوع. وعلى الرغم ان لاري خالف اتفاقهم بانه مش هيقف في طريق نجاحها ابدا، الا ان سوزان مش بترضى تطلب الطلاق. وبعدها بتقابل ليديا واللي بيظهر انهم بقوا مقربين من بعض، وبتبدا سوزان تحكي لها عن مشاكلها مع جوزها وبتقول انها لما تكبر هتفهم ان الجواز مش شبه القصص الخياليه، وبتقولها سوزان ان هي بتحب لاري لكنه مش بيفهم شغلها. وبعدها بتظهر ليديا وهي بتحكي عن سوزان واللي كانت معتبرها صاحبتها، وعلشان كده كانت بتجيب لها هدايا كتير، وبتطمن لها ليديا لدرجه ان هي بتحكي لها عن جوز مامتها اللي كان بيتحرش بيها، وبتعترف ان والدتها معاها مسدس ومخبيها في الدولاب، وان هي هددت جوز مامتها انها هتقتله بيه لو قرب لها تاني. وبتندم ليديا انها اعترفت بالجزء ده، لكن في نفس الوقت بتبقى مطمنه، وده لانها بتعتبر سوزان اقرب صديقه ليها. وفعلا سوزان بتقرب منها ومن جيمي في نفس الوقت، وبتخليهم يزوروها في البيت وبتشغل موسيقى وبتصورهم وهم بيرقصوا، لكن ليديا بتبقى مكسوفه ومش بتعرف ترقص. وبعدها بشويه بتطلب سوزان منها ان هي تاخد الكلب وتخرجه، فبترتبك ليديا لكنها بتوافق، وبنعرف ان سوزان طلبت منها كده عشان تدخل في علاقه مع جيمي واللي كانت عارفه كويس انه معجب بيها. وبتتصدم ليديا لما بترجع البيت وبتشوفهم، وبعد فتره بيتعلق جيمي بيها جدا، وفي يوم بتعيط سوزان قدامه وبتقوله ان هي نفسها يبقوا مع بعض على طول، وده لانها طول الوقت بتفكر فيه لدرجه انها بقت بتكره ان جوزها يلمسها. فبيتاثر جيمي خصوصا لما بتكذب عليه وبتفهمه ان لاري بيأذيها وبيضربها، وبيطلب جيمي منها انها تتطلق، لكن سوزان بترفض، وده لان جوزها هياخد الشقه والعربيه منها. فبيقولها جيمي ان جوزها ما يستحقش انه يعيش، وبيوعدها ان عمره ما هيأذيها. فبتتفق سوزان معاه وبتقوله انه فعلا ما يستحقش يعيش، وبتبدا تحط خطه، وبتخلي جيمي يكلم راسل عشان يقتله لاري، لكن جيمي بيبقى خايف ياخد الخطوه، ومع ذلك بيضطر انه يوافق بسبب حبه لسوزان واللي بتبتزه انها تسيبه، وبتهدده انها تتعرف على راسل وده لانه راجل وبيتعامل معاه بجديه. فبيوافق جيمي على طول انه يقتل لاري، وبيحدد معاه ميعاد، وبياخد المسدس بتاع والده ليديا، وبيقرروا يقتلوا لاري في يوم ذكرى جوازه من سوزان واللي بتكون في القناه، في الوقت اللي راسل وجيمي بيقتحموا في البيت. وبيترعب جيمي لما بيهددوه بالسلاح وبيوعدهم انه هيدي لهم كل حاجه، فبيستغرب جيمي وده لان لاري مش عصبي ولا مندفع زي ما سوزان فهمته، وبسبب كده بيتراجع في نفس اللحظه اللي سوزان بتظهر فيها في التلفزيون. فبيتشجع جيمي وبيقتل لاري، واللي اهله بيتصدموا لما بيوصل لهم الخبر، وبتنهار جانيس وبيغمى عليها. وبعدها بتوصل الشرطه وبيحققوا مع كل الموجودين، لكنهم مش بيوصلوا لحاجه. وبترجع سوزان البيت وبتمثل انها منهاره، لكنها بتنبهر لما بتشوف الصحفيين والكاميرات اللي بتصورها. في الجنازه بتشغل سوزان اغنيه واللي بتقول انها هتبقى وحيده من بعده. وبنروح لجانيس واللي بتعيط قدام الكاميرا وبتقول انها وقتها عرفت ان سوزان هي اللي قتلت اخوها. وبنرجع لليديا واللي بتزور سوزان في البيت وبتعرفها ان جيمي واقف بره، فبتتعصب سوزان عليها وبتحذرهم من انهم يزوروها تاني، وده لانها خايفه من الشرطه وبتطلب منها انها تنساها وتتعامل ولا كانهم يعرفوا بعض. وفي الوقت ده بنشوف الضابط وهو بيراقب بيت سوزان وبيشوف ليديا وهي خارجه من عندها وبتكلم جيمي. وتاني يوم بتروح سوزان القناه وبتطلب من جرانت انه يسلمها الفيلم بتاعها، وده لانها كانت ناويه تسافر وتقدمه في قناه تانية، لكنها بتتصدم لما بتعرف ان الشرطه خدته. وبيظهر ان الشرطه عرفت علاقه سوزان بالطلاب، خصوصا ان جيمي بيظهر في الفيديو وبيعاكسها. وبتحقق الشرطه مع جيمي وبيلاقي صورته مع سوزان وبيقبضوا عليه وعلى راسل وليديا، وبتقلق سوزان لما بتعرف. وبعدها بتظهر وهي بتسجل الفيديو اللي بنعرف انها بتكمل الفيلم بتاعها، وبتتكلم عن الموضوع وبتنكر ان ليها علاقه بموت جوزها، وان هي قد ايه مصدومه من الطلاب اللي ساعدتهم وقربت منهم، وانهم ازاي يخونوها ويقتلوا جوزها. وبنرجع لجيمي واللي بيترعب لما الشرطه بتحقق معاه وبيعرفوه ان بصماته موجوده على المسدس، ده غير ان راسل اعترف، وبسبب خوفه بيعترف جيمي بكل حاجه وبينهار وبيعيط. وعشان كده بتقابل سوزان ليديا واللي الشرطه بتخليها تسجل لسوزان، وبتعاملها سوزان بطريقه وحشه وبتهددها بالمعلومات اللي تعرفها عنها، وبتطلب منها ان هي تسكت، وبتقولها ان المحكمه مش هتصدقهم وهتصدقها هي، وده لانها ست غنيه وجايه من بيت محترم عكسهم هم. وفعلا المحكمة بتبرئها وبتخرج سوزان بكفالة،
وبعد ما بتخرج بتتكلم مع الصحافة وبتفتري على لاري وبتقول انه كان مدمن كوكايين، ونجيمي وراسل اتعرفوا على جوزها وهي ما تعرفش وخدوا منه مخدرات وخلوه المورد بتاعهم، ولما لاري رفض انه يكمل معهم قتلوه، وبتقول انها ما كانتش عايزة تظهر الجانب المظلم ده من جوزها عشان اهله ما يتأثروش. وفي الوقت ده بيسمع جو كلام سوزان وبيتعصب وبيكسر التليفون، وبتختفي سوزان بعدها ومفيش حد بيعرف مكانها، وبيظهر انها كانت قاعدة في بيتها الفترة دي كلها، وبتسجل قصتها لوكالة اعلامية بعد ما مدير الوكالة وعدها انه هيشغلها في هوليوود. ومش بس كده، لكنه كمان طلب منها ان المقابلة بينهم تبقى سرية. وبتخلص سوزان القصة وبتاخد الشريط وبتخرج من البيت عشان تسلمه لمدير الوكالة، واللي بيقابلها في الطريق وبيقول لها انه جاي من مكان بعيد عشان يشوفها، وبيطلب منها ان هي تنزل من العربية، وده لانه عايز يوريها حاجة. وبتمشي سوزان معاه لحد ما بيدخلها بيت في مكان مهجور، وبعدها بنشوف مدير الوكالة وهو بيكلم جو بيعرفه ان المهمة انتهت، وبنعرف ان جو هو اللي ورا كل ده وهو اللي كان مسلط مدير الوكالة عشان يقتل سوزان، واللي بيظهر انه عضو في المافيا وانه مش مدير وكالة ولا حاجة. وبعدها بنشوف سوزان ميتة تحت التلج، وبيتحكم على جيمي ب 30 سنة وراسل 16. وبيتكلم جيمي وبيقول انه مش فاكر شكل سوزان، ومع ذلك هو بيحلم بيها كل يوم. وبنروح لليديا واللي بتكمل حكايتها، وبنعرف انها بتصور مع برنامج واللي بيحكي قصة سوزان مع الطلاب اللي ابتزتهم، وبيصور البرنامج مع جيمي وجانس. وبتنهي ليديا كلامها وبتقول ان هي الوحيدة اللي بقت مشهورة فيهم، وان سوزان ممكن تموت لو عرفت. طبعا هي ما تعرفش انها ماتت فعلا. وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.